الاونلاين بوكر، القضية اللي إذا حاولنا نشيلها من راسنا ما بتروح لأنه صار التحدي بالنسبة لنا. وصلنا زبزبات إنه جو معلوف ما عم بيسمي الكل وإنه في تمييز بهذا الموضوع، وكأنه الملف عم بيكون من قبلنا على ناس وناس أو عقياس ناس وناس. لنسمي الكل زياد صليبة، مش دكتور زياد صليبة، زياد صليبة، ميشيل صليبة، موسى الخوري، جاك الملك أو جاك بارسوميا معروف، زهير العنتبلي، أغوب تافاكيان، عصام العنتبلي، سيفاك غزاريان. هودي كل الأسامي اللي عنا يهون نحنا بالمستندات اللي بتأكد علاقتهم بالأونلاين بوكر. برجع بكرر، أونلاين بوكر. منتمنى من أي حدا عم يتهمنا أنه ما عم نسمي الكل، إذا عنده أسامي يتفضل يبعث لنا أوراق ومستندات ويعطينا أسامي يلي موجودة معه، لأنه اسمحوا لي احكي جالس ما بيغطي ولا رح يغطي حدا. كل يوم في كتير نقاد، في كتير متفلسفين عم بيورتونا ملايين الدولارات من وراء ملفاتنا. قلتلكن موجة الأونلاين بوكر طويلة، الليلة علنا وأمام الرأي العام هالموجة تحولت إلى تسونامي بهذا البرنامج، وما حدا يجربنا ببرنامج احكي جالس، لا أصحابنا ولا اللي ما بيحبونا. ما تجربونا لأنه ما في مزح بملفات الفساد، والبرنامج يلي بيستقبلكن والمسائل الإعلامية اللي بتستقبلكم وبتفتح لكم هواها خليها تستقبلكم، بتكون شريكة معكم بالجرم وبكون احنا فتحين عليهم وعليكم انتو. ما في مزح بملفات الفساد، خاصة وانه في ولاد بدأ، خاصة وانه في قصار تحت 18 سنة. نصيحة لمصلحة، هاي نصيحة لمصلحة أهل البلد ولمصلحة الناس ولمصلحة الولاد الخربين بيوت أهلهم، كل اللي عم بيشغلوا محلاتهم للأونلاين بوكر يا روحوا بعون يشتغلوا شغلة تانية، واحدة من اثنين.